شاركت أكثر من 37 فيلم تسجيلي. بدأت الدورة الجديدة لمهرجان ساقية الصاوي للفيلم التسجيلي، واللي بيعتبرها البعض أن هي أقوى المهرجانات اللي بتضم الأفلام التسجيلية في مصر والوطن العربي. مشاهدينا، كاميرا فن أونلاين كانت في الساقية في حفل افتتاح المهرجان وجابت لنا التقرير التالي. افتتح في مهرجان ساقية عبد المنعم الصاوي مهرجان الساقية الثامن للأفلام التسجيلية بمشاركة 37 فيلما تسجيليا تنوعوا ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة برعاية قناة الجزيرة الوثائقية، القناة العربية الوحيدة المتخصصة في عرض الأفلام التسجيلية. يعني السعادة اللي انت بتحسس بيها كإنسان طبيعي عمرها ما هنجيبك، لأن أنت بتخش في مرحلة سعادة وإحساس مش موجود في الحقيقة. وفي الآخر بعد ما تكون فوقت من السعادة الوهمية دي، هو صعب عليك إنك تنفق بس في الواقع، لأنك ببساطة اتعودت على الوهم. تضم لجنة تحكيم المهرجان دكتورة غادة جبارة وكيلة المعهد العالي للسينما، ودكتور هشام جمال رئيس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، والمخرج سعد هنداوي. ومن أبرز جهات الإنتاج المشاركة في المهرجان المعهد العالي للسينما، الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للسينما، واتحاد المنتجين العرب، وجامعة عين الشمس، وكلية الإعلام جامعة الأزهر. كما شاركت الكثير من الأعمال ذات الإنتاج المستقل. كانت يعني قبل ما تطلع لي بفتره كده كنت بحلم باحلام وكواليس وحاجات فظيعه كده، يعني احلام فظيعه. ف يعني يوم ما طلعت لي انا كنت نايم، ف يعني سمعت حاجه، ف يعني صحيت من النوم على صوتها، ف يعني بدات امشي ورا الصوت لحد ما وصلت الباب. فتحت الباب لقيتها يعني واقفه عند الساقيه قدام الباب. الأفلام القصيرة الحقيقة كان فيها تنوع، فيها عدد كبير من الأفلام، وما لقيناش صعوبة في ان احنا نحصد الجوائز بتاعتها. احنا ادينا جايزتين للأفلام الطويلة وشهادة تقدير منشن يعني، وادينا جايزتين برضو في الأفلام القصيرة وبرضو شهادة تقدير. انا بس نفسي من الشباب انه يهتم بالسينما التسجيلية، لانها حاجة مهمة جدا يعني، وشيء مهم جدا، ومهرجانات العالمية بتبقى مليانة أفلام تسجيلية مهمة قوي. نحنا كذا مرة بيبقى عندنا أفلام زي مهرجان الإسماعيلية، كان بيبقى فيه أفلام تسجيلية خرافة فوق الرائعة يعني. فأنا نفسي الشباب بتوعنا يقتدوا بالأفلام دي ويشوفوا زيها ويبتدوا يعني يشتغلوا في السينما التسجيلية شوية، لأنها محتاجة شوية شغل يعني. الحقيقة اللي ميز أعمال السنة دي إن الأفلام اللي فازت فرضت نفسها بقوة. يعني احنا كان في بعض السنوات الماضية كنا بيبقى في حيرة شديدة جدا، لان التقييم كان بيبقى يكاد يكون متقارب. اللي ميز السنة دي فعلا ان الاعمال المتميزة اللي كسبت متميزة جدا وتستحق، يعني هي فرضت نفسها الحقيقة من يمكن المشاهدة الاولى. ولما اجتمعنا احنا كنا قبل كده كنا بنجتمع نعمل مشاهدة مع بعض، السنة دي كل عضو لجنة عين كان بيشاف لوحده، ففوجئنا فعلا ان الافلام اراء تكاد تكون متساوية بالظبط. اول ما شفتها حسيت ان انا زي ما اكون بين الصحيان والنوم، يعني تايه. جوائز المهرجان هي جائزة أفضل فيلم للأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام القصيرة وقيمتها 3000 جنيه، وتمثال المهرجان الذهبي لكل منهما، وجائزة لجنة التحكيم للأفلام الطويلة والقصيرة وقيمتها 1500 جنيه، وتمثال المهرجان الفضي لكل منهما. وبعدين يعني بصراحة أنا مش مصدق إن في حاجة زي كده، مع إن أنا ما شفتش حاجات زي كده ولا، لكن كان في ناس قبلينا زمان بيحكوا عنها كتير. هذا في الصحراء بيتناول موضوع معين، القذافي. تمام، عن القذافي وعيلته وموقفهم من الثوره الليبيه اللي ابتدت في 17 فبراير 2011 لغايه يوم مقتل القذافي في 20 اكتوبر. فهو يعني بيحكي عن الاحداث اللي حصلت باختصار شديد، وبيتكلم كمان عن موقف الدول الغربيه من احداث الثوره، وليه هي اتدخلت وايه السر الحقيقي وراء تدخلهم، هل حمايه الثوار ولا هل دي حرب على النفط في ليبيا ولا في اسرار تانية مش كل الناس عارفاها.
فأنا في الفيلم ده يعني حاولت أوضح المعلومات دي كلها. وكان لفيلم ناقص واحد للمخرج أحمد سلامة محمد، والذي عرض في الافتتاح، أثر بالغ على الجمهور، حيث تعاطفوا مع فكرة الفيلم الذي يتناول معاناة الأقزام للدرجة التي أبكت الجمهور.